صباح الخير مشاهدينا. انا مبلش معكم اليوم مع مارك بنيتشر. امبارح كنا عم نحكي، مش امبارح، قبل امبارح، عن موضوع اليوم، وقررنا هيك نعمل شيء من وحي الطقس اللي عم بيتغير بسرعه. فحبينا نشوف كيف الطبيعه ممكن تساعدنا نقاوم الامراض، او هيك لما المناعه بتضعف بهالفتره بين موسم وموسم. فاليوم رح نضوي شوي على الزيوت المقطره والاعشاب اللي ممكن نستفيد منها بهالموسم. بونجور مارك. هاي تينا. تبا؟ هذا ما نقول قررنا، يعني انت قررت انا نفذت، بس انا لا ابدا ابدا ما بسمع. اليوم في عنا اعشاب، في عنا زيوت. نبلش بالاسنشال اويلز. نبلش بالاسنشال، بس تقول بالاول انه انا حضرت تيزان تنشرب انا وياك. فلا فهون في خلطه ديجا 100%. انا حضرتها شوي قبل، يعني فينا نبلش نسكب اذا بدك، او ننترش دقيقتين ثلاثه. يلي هي فيها بقلبها كانال، فيها كمان قرفه، يعني في كمان ابشل قرنفل، في ليمون، وحطينا فيها جينجر. طازه طازه. الكبش قرنفل وال قرفة افضل يكونوا مش بودره، مش هيك؟ 100%. كل شيء اذا بناخده باودر، اذا منه من مطرح جاي يعني واثقين منه، فيكون مزعبر. سو هيدي اول سبب. كمان ما بنحصل على نفس الفوائد. ايه، يعني كيف رح تعرفي اذا كانت مثلا باودر، لنقول حتى كركما، او فبكون في، اذا ما بتعرف المصدر بكون معقول يكون مزعبر، وساعتها ما بناخذ الفوائد تبعهم. سو ببرئي ما بنحط عود قرفة، كبش قرنفل كم حبة، 100%. زنجبيل طازة، صح، وليمون، وشقفة حامضة، صح، أو حامض أو ليمون. نغليهم سوا؟ لا، بنغلي قبل أكيد، نغلي المي لحالها، نرجع بنسقطها. هيدا اللي قدامك الحلو فيه، أنه فينا نحد، يعني تكون المي محطوطة المصفية بقلبه. والأهم في كمان أنه مسكر من فوق، لأنه كثير من هول النباتات فيهم حتى جواتهم اسنشال أويلز، ولما نكون نحن عم نغلي المي فيها تتبخر لفوق، وساعتها ما بنستفيد من اسنشال أويلز، بنستفيد من أشياء ثانية. بس خليني أسكب لك بهالوقت هيك بنكفي حلقتنا نحن. عم اوكي، انا رح بلش اقول عن بالاول شو هن الاسنشال اويلز يلي بفيدوا. هيك بنكون كمان عم نفرج المشاهدين انه في كثير منهم. هلا انا ليك شو جايب معي تينا، جايب ديفيوزر هون، فرجي عن قريب على الكهرباء بيمشي. هيدا الديفيوزر هون هو ماشي كثير هين خبريته، يعني هلا من شوي دورناه، يعني بده شوي يطلع ريحه. هو عمليا بس هون في مطرح حطينا نحن الزيوت هون كم نقطه، هيدي بتحمى، هي على الكهرباء بتحمى، وبتصير تطلعهم شوي شوي. والزيت بنحطه لحاله او مع مي؟ بلا مي، بلا شيء، بلا مي. هيدي افونتاجها انه اوقات لما يكون عندنا ديفيوزرز بيمشوا على الشمع بقول لنا حطوا مي، صح، فيها تنزع الاسنشال اويلز. هون مدروسه 100%، هذا بيعتبر من احسن ديفيوزرز على الكهرباء، وكيف بتطلعهم بفتره طويله. يعني فينا كل شيء ساعه نعمل ريفيل. شو حطيت هلا؟ هلا انا حطيت ليمون واكاليبتوس، بس مشان هيك بدي احكي عنه اثنيناتهم. وفرق طريقه كمان كثير حلوه هلا، ترند كثير، يو اس بي. بتنشال هاليو اس بي، بتنشك او بالكمبيوتر او بالسياره. وهون بنحط 5 تو 10 دروبس اوف اسنشال اويلز. هلا اذا كنا عم نسوق مثلا ما نحط لافندر، لانه لافندر بنعس، فنحط مثل اللي انا عم بحكي عنه، مثلا اكاليبتوس، ليمون، او روايح بنحبها، منت. منت كمان، منت كثير بيوعي على فكره. بيوعي. هلا لليوم للحلقه تبعنا اهم تقريبا 2 اسنشال اويلز كيسك. بدي افرجيكم هالكيس اللي جاب لي اياه مارك، شو مهضوم. حسي حالي ملكه اليزابيث. 100%. ان شاء الله يكونوا هلا طيبين كمان، يكون اخذوا الطعمه. ريحتهم بتجنن. فكنت عم بحكي عن الاكاليبتوس، خبرينا عن طعمتهم منيحة؟ قوية. وفي شوية عسل كان؟ ايه شوية صغيرة هيك بالاول. بفيد العسل، فينا نزيد على العسل 100%. فينا نزيد كمان كثير قصص من يلي حطيناهم، بس انا ما حطيت مثلا كركم او هيك، لانه في ناس ما بتتقبل الطعمة مع هالخلطة. هلا الواحد فيه يعمل كذا خلطة مش هيك تنوع، صح. يعني سو اول بلانت رح نحكي عنها اكاليبتوس رادياتا. هلا اذا بحطوا لنا صورة تيقروا كمان الاسم، ليه؟ كثير مهم لما نروح على الفرمشية او على محلات متخصصة نشتري اكاليبتوس يكون رادياتا، اذا ما كان مكتوب رادياتا ما بيكون هو اللي نحن بدنا ناخذ منه المفعول المنيح، وخاصه عند اولاد صغار. هلا كيف فينا نستعمله؟ فينا نستعمله مثل ما كنا عم نفرج الديفيوزرز، كل هول اللي حكينا عنهم قبل. في طريقه ثانيه كثير حلوه انا بعملها بالبيت لاولادي كل يوم، بتاخذي دروبس اوف اكاليبتوس رادياتا بتحطي على الاجر من تحت، ويراب هيك شيء 10 ثواني تندفيها. يعني اهم شيء انه هن ما يتعلموا يعملوا، اذا هن بصيروا بحبوا هن يعملوها، وبعدين يحطوا ايدهم على عينهم، صح. هيدي الكثير خطره بالموضوع، مزبوط. فاذا بدك تجربي شيء لايف كمان، والله عاجي؟ لا، على المنكور. هيدي كمان طريقه دغري. انا الكلبتس بستعمله، كان بدي اسالك كمان عن طريقه. ايه
هلا فيك تحط دي فيك تحط نقطة على اصبعك وتحطي هون بس رح تطلع بثانية على العين يعني بدك تنتبه ما كثرت اذا عبرت شوي اذا بلشت ابكي بتعرفوا ليه من ورا معك هلا ثاني اسنشال اويل سؤال الايوكاليبتس بينحط كمان على المخدة يعني فينا فيك بس هيدا الطريقة ديفيوزرز احسن على المخدة لافاند بركي احسن ما بدنا نتجنب قصص بتوعي او هيك ايه دغري هيدا لانه اتس عن جد 100% بيور وهو رادياتا هلا ثاني وحده اللي نحن حكي عنها اللمن مفعوله على المناعه كثير هلا بتعرفي الايوكاليبتس هو انتي ميكروبيان هو كثير عنده اساس هلا كل وحده منهم بدنا ساعه نحكي عنها عشان هيك احنا نجرب اليوم نوصل للافكار اللمن لمن واللمن عنده شغله كثير مهمه بس عند الصغار ما نستعملها فينا نحط لانه بتعرفي الاسنشال اويل ممنوع نتناولهم بالتم 1 دروب اور 2 دروبس ماكسيمم تحت اللسان من هذا الاسنشال اويل كثير مهم مرتين بالنهار كثير بأول مناعة اللمن ما فيك تتخيل قد عنده فوائد شو حلو لازم نعمل حلقة عنه أكيد يعني سو هيدا بيتاخد ديريكت بالتم نقطتين تحت اللسان بيعطي كثير مفعول سريع هلا بيرجع عنا الخلطة اللي أنا حضرتها هلا ونشرب منها يلي كمان نرجع نشوف شو داخلها الزنجبيل القرفة عود القرفة كبش قرنفل حامض وشوية عسل صح بعدين عندنا الالدرباري هي نبته بلبنان احنا بنسميها البيلسان او سامبوكا نيجرا يعني معروف كثير هلا في بعض الضياع بسموها دندمون بوشريش بس اكثر اسم بتطلع مزروعه يعني هي اجت نحن عندنا غير نوع بيلسان بالطبيعه هو قصير هيدي اللي عم نحكي عنها الالدرباري هي النيجرا يعني هي شتله طويله بتكبر هيدي الزهور تبعها في ناس مثلا معروفه يعني باوروبا في بلدان يعني الشتاء لهم هي بس هيدي النبته بياخذوا منها سيرو بيشترون من الفرماشية مش قليل كثير 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 مهمه الفواكه تبعهم بينعمل سيرو هي من الاهم للسعله لكل هالاساس يعني الدرباري من اهم اكتشافات اوكي بعدين عندنا اكيد الكايان بيبر هلا هون عندنا كثير طرق لنستعمله عند الكايان بيبر انا جايب هون كمان شوي مع صغار بس يعني هولي مجففين 100% هلا هي فيها كذا ماده واحده منهم اسمها كابسايسين هي اللي بتخلينا بتعرف نحر وهيك فهي تعتبر من اهم نباتات انتي اوكسيدنت بالعالم واو. وكثير مهمة كمان للإميون سيستم يعني من الأهام يعني تقريبا كيف ممكن نستفيد منها هلا في كتير طرق نستفيد منها يعني. أكيد في بالأكل في كمان في ناس بحطوها بالتيزان بس بيتحملوا أكيد وفي شغلة لا في ناس بيضحكوا بس it's proven scientifically منحط شوية من باودر كايان بيبر بالكلسات ومنلبس الكلسات وبتعطي تحت الإجر وبتعطي دغري مفعول بهيك حرقة بس واو. كمان كتير بتساعد للكولد كمان فلو كل شيء يعني له علاقة الرشح وبكل هول من أهم القصص يعني بتعطيك دغري بتدفى الإجر سو بيعطي دفى كتير بقول فكرة حلوة 100% فهيدي الشغلة لازم كتير كمان نستعملها أكتر وأكتر هلا القرفة نحن حكينا عنهم بس هون تقول ما يستعملوا القرفة essential oils إذا ما بيعرفوا كيف يستعملوها لانه عندها كثير سايد افكتس يعني بدنا ننتبه كيف نستعمل نحن عم نحكي عن القرفه كيف تستعمل؟ عود القرفه ينحط بالتيزان افضل شيء كثير مهمه هلا هي كثير مهمه حتى للمنتل هيلث يعني لواحد يكون يعني سعيد اكثر فهيدي شغله كثير مهمه بالشاي قد ما بنقدر يعني بس مثل عم نشرب نحن اليوم حطينا قرفه فيهم بتكون كثير بتفيد القرفه من اهم النباتات هلا نحن بمطبخنا كمان بندخل كثير قرفه بس مثل ما قلت نتاكد من المصدر 100% لانه القرفه صح نحن كنا عاملين مره حلقه عنها لانه القرفه في كثير انواع وفي زعبرات كثير فيها بدنا ناخذ اكثر شيء الملفوفه لجواك الصغيره الحلوه مبينه يعني القرفه البودره برايك الماركات الاجنبيه موثوق أنا شخصياً ولا مش أنا شخصياً ما بحس إنه لازم نجيب كمان قرفة باودر للأكل غير بس عم بحكي للأشياء الطبية لازم نجيب عودين أوكي. ونعرف كيف نجيبهم مثل ما نبقى بنعمل حلقات عنهم أكيد هلا في نباتين هن عن جد رائعين يعني واحدة منهم هي كبش القرنفل أوكي اللي نحن هون معنا كثير منهم ما بعرف إذا ما أقول هلا هي مبينة بالصورة كبش القرنفل بين كل نباتات العالم عملوا دراسة بأمريكا كثير كبيرة طلعت هي النبتة نمبر 1 بين كل نباتات ولما أقول نباتات يعني حتى عم بحكي عن الفواكه وعن كل شيء والهيربز هي أكثر وحدة فيها أنتي أوكسيدان بالعالم يعني الأوراك فاليو تبعها طلع تقريبا 320 ألف إذا بدك تقارنيه مع أول فواكه بعيد كثير عن البقية كثير يعني هلا أكيد في كمان قد جسمنا بيمتص منا في قد نحن بناخذ كوانتيتيز بس بالاجمال هي وحده من اهم نباتات نحطهم دائما لانه كثير انتي اوكسيدون بتحضرنا نفسيا كمان كرمال اللي عم نحكي عنه كمان نتحضر للشتاء وهيك
هلا عنا الكركمة. هلا هون كثير مهم كركمة كمان ستار فينا نقول. مزبوط، بس أقول لك كل ستار عندها مشاكلها. يعني. فالكركمة أول شغلة جسمنا ما بيمتصها بسرعة، بدها دائما تنحط مع شيء زيوت تنقدر نمتصها جسمنا، يعني سواء وقت لما نحطها مع المي ما بنستفيد. نعم. ثانيا يعني شغلة كثير مهمة بيقولوا كل ما نحط يعني منا ووتر سوليوبل، ما هي ليبو سوليوبل يعني 100%. بعدين الشغلة الثانية المهمة فيها بيقولوا إنه تيمتصها جسمنا أكثر دائما قد ما بنقدر نخلطها مع البيبر. اوكي بس هيدا كمان تعلمتها بقوه امبارح يعني ورجعت قريت عنها كثير اليوم. هو انه عندها كثير سايد افكتس. مثلا مين اللي ما لازم ابدا ياخذوا كركم؟ الناس يلي عندهم مشاكل كالكول بليار يعني بحصه كلاوي، هيدا ابدا مش مستحب ياخذوهم. سو لازم كثير ننتبه، حتى از سبلمنت فيها كثير تضر. سو لازم دائما حيلا وحده من هون النباتات اللي عم نحكي عنهم دائما نسال حكيم قبل ما نستعملهم نتاكد. في كثير اشخاص بياخذوا الكركم كجرعات 100%. الكركم يعني في دراسات بتقول اذا بدك تنقي نبته تاخذيها للصحه لكل شيء بتاخذي الكركم. بس عندها هول مشاكل. سو كمان لازم ننتبه اكيد بهذه الشغله. بعدين في نبته بننسيها كثير هي الثوم وحتى البصل. اوكي الثوم لازم تقريبا ناخذ تقريبا شيء 4 جرام بالنهار، فينا ناخذهم باودرز، فينا لا نحط ثوم بالشاي هيك مثل ما عم نطلع بالصوره. بقصوا ثوم، بقصوا جنجر. جرب الثوم بالشاي. كثير 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 طيب يعني. طيب. جد لانه يعني برؤ يعني مع العسل ما بتحس فيه مثل لا بالاكل. لا. بعدين صار في باودرز، في ناس بياخذوا سبلمنت كل يوم. نعم. اذا انتبهتي لما رح نقدر نحكي عنها، حد الثوم لتحت في الروز هيب يلي هي الفواكه تبع الورد. هيدا كمان كثير مهم بحضرنا كثير ومهم للاميونيتي يعني للمناعه. بيرجع عنا الجنجر. اوكي اكيد ما رح نحكي كل شيء عن جنجر لانه ما بنخلص نحكي عن جنجر. وفي ناس بياخذوا سبلمنتس مثل ما هون بتشوفي بتتاخذ هيك. بس كمان كثير مهم ننتبه لما نكون عم ناخذ الجنجر، لانه مثلا الناس اللي عندهم مشاكل بسيلان دم ما بيسوا ياخذوا جنجر. بيقدروا كثير يشتغل كمان، لازم ينتبهوا اللي عندهم كمان مشاكل كلاوي وهيك كمان ينتبهوا ودائما يسالوا حكيم، لانه الجنجر هو كمان بخلي الدم يمشي اسرع. والناس اللي بتاخذ ادويه لهذا الشيء بسيل الدم كمان بيقدر يعمل يعني انتراكشنز مع بعض الادويه، فكثير مهم ننتبه. هلا في سوبر فروت بيحكوا عنه كثير هو الجوجي بيريز. مشكلته انه بعده كثير غالي. اوكي يعني بس في كثير هلا محبز اكثر ما بيتلاقى الا ناشف. لا الجوجي بيريز صار فيك تزرعيه بلبنان، في ناس زرعينهم كثير صار يعني. اوكي بتزرع شجره بس بفضل الجبل بلبنان. بيتاكل ني شو تعطوا؟ حامض شوي هو؟ مش كثير، لا شوي صغير يعني، هو بيشبه التوت شوي اذا بدك بالطعم وهيك يعني، في لدعة هيك. فينا صار نزرعه بلبنان بس بحب السقع اكثر من الساحل. ولما ننشفه بنشوف هون كيف بيكون. انا ما حكيت هو بيقولوا عنه في 21 فيتامين. وغير هذا الشيء اكيد كمان فينا ناكلهم، فينا نحطه بالتيزان كمان. بس مشكلته بعده انه غالي. هلا في ناس اذا بدك مش الكل متفقين على هذا الشيء، هيدا السوس. اوكي يلي السوس يعتبر كمان من اهم نباتات، بس في مشكله ناس بتحب طعمته. بعد عنده مشكل ثاني انه ممنوع ناخذ كعلاج اكثر من 6 جماع، لانه فيها مواد اسمه جليسيريزين، واذا كان السوس منه يعني في لازم لما نشتريه من الفرماشية وهيك يكون ديكليسيرين زي يعني شايلين منه هالماده مخففينها. فهيدي الماده 100% لانها بتعمل كثير مشاكل. اوكي في ما رح نفوت فيهم يعني، بس حتى بتجي فيها تعمل تشمع كبد، بتعمل كثير اخبار يعني. فكثير مهم ما ناخذ السوس لفتره طويله. هلا اذا اخذتي مثلا توم فطور ديبتيزان تحطي معهم سوس اكيد بساعد اكثر تنتقبل الطعمه. بعدين عندنا البي بولن يلي حدك هون اذا بدنا نشوفه كمان، يلي هو حبوب اللقاح. يعني هيدا النبته بتروح النحله بتروح بتجيبه بتحطه على اجره بعدين بتحوله لعسل. سو قبل ما يتحول هو البولن تبع الزهور هول فينا نحطهم مثلا مع تيزان. سوبر فود 100% فينا نحطهم مع تيزان، فينا كمان نحطه بمي ونحرك، فينا نحطه مع العسل وناكل. هيدا كمان كثير بتفيد. وما رح لحق اقولهم بس رح اقولهم على السريع يعني هيك مع صوره كلمة بس تقول شو هن كمان اللي بفيدوا. في عنا الرومارا كثير مهم اكيد الجبل، في عنا الزعتر نعنا، في عنا كمان انواع من الزعتر كذا وحده اولتها او هون عم نفرجي في عنا او عنا الكركديه اللي معنا اياها كمان او الورد بس خاصه الروز هيب تبعه يعني. حلو. سو هول السوبر فروتس هيك مشاهدينا اذا فيكم تعملوا تحويجه باول الخريف لبعض النباتات والزيوت المقطره يعني انا نسيت استعملهم هلا بدي ابلش عن جد لانه الواحد هيك بيستلشق شوي مية. فاذا بنبلش على بكير قبل ما يصير في تغيير بالطقس ومنقوي مناعتنا رح ناخذ وقفه ومنكفي كيسكتينا. تشيرز.
Thank you.